هو معايير الجمال، وهو المرأة اللي ما كتشوف راسها في المراية كيعجبها راسها، سالات الهضرة. إلا ما عجبهاش راسها هذيك مشكلة، لأنك تدخل في واحد اكتئاب جسدي ونفسي اللي كيتقلب على تحل المشكل ديالها، إما كتحلو باللباس أو بالمكياج أو بالشعر أو كل واحدة كيف ما كان نوعها، كيف ما كانت المرأة كتبغي باش تكون اتيرونت، لان من الوسائل ديال المراه هي تكون فيها واحد الجاذبيه لراجلها لنفسها للناس. هذا الشيء ماشي معناه ان خروج على النطاق التقليدي والاجتماعي، وهذا هذا خطا خصنا نحيدو، وكنظن بلي يعني ساهمت باش يتحيد هذا الخطا. حق الشخص في الجسد ديالو ما دخل حتى شي واحد، عاجبو راسو شغلو. واحد السيده راجلها عاجبها ولادها عاجبها وجابني انايا، نمشي نقول له لا دير لها هذه، يمكن الا درتيها عاد ما تعجبوش. المعايير ديال الجمال اللي كتشوف بحال لا كوب دي موند ولا التورنوا دي موند على الجمال، هذوك المعايير اللي كياخذوها اللي فيها عده معايير. الا شتي في اخر مطاف كيشوفوا حتى المعايير ديال المستوى الثقافي. شنو هذاك معايير؟ ما عنده حتى شي معايير. دونك خاصها تجمع الشخصيه ديالها بالموقف ديالها وبالكلام ديالها وبالشخصيه ديالها، هذوك هما المعايير. اما المعايير ماشي ديال الطبيب.